الله يكرم واي هاي أبوك سوف تقول بيدي دم حي تايل هلك ولا إسك قاري شري هدي لقى قاري هلك أريو هلك هلك وكذا و وعمل جل وعيين إن شرع الله مرة إسك قاري إسك شرع الدستور كان في يوم ما تورو حق لإيجاد مالك هلك دستور ك يشرع الدستور دي كم ده قاعية تعرف ليه طبعا وحن سياسي سمد وحوي ملكة عروسي أما خاف أفتح تنسب ونيران بدوري لها تقسم قرم سياح لويتيني نور ان طبعا ان انت سهرتان الدينكور ان اديغا يو وليبا ستاف كاغا او اسلا سودا وها غانتا كوبخاي ستاف كا ان وسير وسير سراجي ان باوك ملا سوت خيلغاس اسغا ادو باو غاتنا يا وايي ان طبعا ان هدي عدالت قبصتي او عدالتها ان عدالتها لا يهد حقيقة مريسة عدالتها ما دام عرفتي هاي دعضي حلكي لقا وريتشي لقا قاضي شرعية مريا شرعية 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 دستور كانوا طبعية وايي ماكو كل صوت هاي ان محكمة لا دي محكمة بصراء كلا محكمة عالمية السيدة ان هدي عرفتها سيدة اتكغبت داود وقصة قوية وحلوة دهانية جدي ملح بنان وكما ملح بنان اللي أنا قرام باري إن أي باران وحي كيسة هي وحي مركز عودو بك واي هاي هدي أرنتاسي أي كسوة دمات سيدي هلك لقاء قاضي كنورهان مسؤولهان محاد يليسا شرعية في قوانين ذا يدستور تدلك وهو جهزاي وكان أفضل شقيني أبو ماسر تاي نور فارح أو كسوكا مقالة مقدشة وقدوميه هانتي دوركا قد دولة فدرالكا سوماري وماسر تاي نور